قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا، نعم. وانا بتناقش معاك كده قبل ما نبدأ الحلقة، وبقول لك يعني الاحداث اللي احنا كلنا عايشين فيها والاحداث اللي موجودة في تركيا وفي سوريا واللي احنا بنمر بيها، وانه احنا في الحياة دي احنا في دار ابتلاءات، وممكن يجي لنا ابتلاءات من ربنا سبحانه ده وتعالى، النوع ممكن يجي لنا انذار من ربنا سبحانه وتعالى، رسائل ربانية، ولكن ما عندناش غير الدعاء. قلت لي اعترض، قلت لك استنى بقى ما نعترض مع بعض على الهوا وندعي طبعا ان ربنا يعني يبعد عننا اي ابتلاءات. يا رب. بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم السلام. وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. وبعد، نشاطر الاحزان لضحايا الزلازل في العالم كله ولا طبعا. سيما في سوريا وتركيا. اسال الله عز وجل ان يرحم الضحايا، أمين يا رب. واسال الله عز وجل ان يشفي المصابين والجرحى. آمين يا رب. آمين أسأل يا الله رب. عز وجل أن ييسر لمن هم تحت الأنقاض على قيد الحياة إنقاذهم، ولمن ماتوا إخراجهم. أسأل الله عز وجل أن ينزل رحمته عليهم، وأن ينزل دفئه على من لا مأوى له. آمين يا رب. والله مقدرين اللي هم فيه، طبعا. ونشاطرهم الأحزان وإحنا معاهم وإحنا وراء قيادتنا في مشاطرة الأحزان، صحيح. وإن إحنا حاسين بيهم وإحنا مستعدين لأي مساعدة اللي نملكه إحنا كأفراد، أن ندعو الله عز وجل لهم. لكن اللي يملكوه هم وتملكه الدول مش الدعاء بس. أنا بعترض ليه سعادتك؟ لأنه لما يحصل شدة أنا مش هقعد أدعي بس. المساندة والمساعدة شفت بقى أنا اعترضت ليه؟ ماشي خلاص الله كده صح. يبارك في عمرك. المساندة والمساعدة طبعا مني له ومنه الأخذ بالأسباب. قوم وقف على رجليك، هي الدنيا كده. صحيح. قوم وقف على رجليك، ما انتهتش الدنيا. قوم وقف على رجليك لعله خير. قوم وقف على رجليك واشكر الشدة علمتك وفهمتك وقربتك من ربنا سبحانه وتعالى، لعله خير، ولعله انه ده وسيلة من وسائل الرحمة.